بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية، ومع هذا الخبر من على موقع بغيت. طبعا كما نلاحظ في أسفل الفيديو عندنا فيفا 65 فيفا 65 دون زان بومون داسي، إذا العيش 65 سنة لمدة 65 سنة دون زان بومون داسي في رئة من الفولاد، في رئة من الفولاد. وفي موقع آخر حول نفس الخبر أوز إيطازوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ستون في دون زان بومون اون ناسي، هذا الرجل يعيش في رئة من الفولاد. ستون في، عندنا لو فيرب فيفغ، إل في هو يعيش، ستون في هذا الرجل يعيش، دون زان بومون اون ناسي يعيش في رئة من الفولاد. نتابع الفيديو. يقول هذا الرجل سيت ان موند اترونج، سيت ان موند اترونج، انه عالم غريب، انه عالم غريب. هذا الذي اراه، هذه الحاله التي انا عليها تمثل عالما غريبا، ان يجد الانسان نفسه يعيش في برميل من الفولاد تعتبر بحق عالما غريبا. سيت ان موند اترونج، انه عالم غريب. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. بالنسبة لي أمر عادي. بالنسبة لي أمر عادي. إنه أمر عادي. C'est normal. هو عادي. إذا المقصود بأنني ألفت هذا الوضع وأصبح معتادا عندي. أوكوجاي. Il vit avec moi. أوكوجاي. Il vit avec moi. حيثما أنا أذهب، هو يأتي معي. يعني هذا البرميل الذي أعيش فيه، حيثما أذهب أنا هو يأتي معي. أوكوجاي، عدنا لو فيرب ألي أو سبجونكتيف، عدنا لو فيرب ألي أو سبجونكتيف، بحال تنتكلم على شي فعل تيجي بعد أن، تنتكلم على الزمان ديال لو سبجونكتيف هو اللي تيكون فيه الفعل مسبوق بهذا كو. وكأننا نقول في اللغة العربية أن، نقول مثلا الفوكوجاي، الفوكوجاي يجب أن أذهب. إذن أوكوجاي حيث أنني أذهب كما نقول، أو شيء من هذا القبيل، حيث أنني أذهب. المقصود هنا حيثما أذهب أنا. طبعا عندنا هنا أو، هذه خاصة بالمكان وليست أو الخاصة بالخيار، هل تختار هذا أو هذا. إذا نتكلم عن أو بدون هذا لاكسون، لكن هنا نتحدث عن أو بهذا لاكسون غاف. إذن هذا أو خاصة بالمكان، أينما أذهب أو حيث أنا أذهب. Il vient avec moi. طبعا عندنا لو فيرب venir. Il vient avec moi. هو يأتي معي. C'est comme votre meilleur ami. كأنه صديقك المفضل. C'est comme votre meilleur ami. إنه مثل أحسن أصدقائك. كما نقول هنا. إنه مثل أحسن أصدقائك. C'est comme votre meilleur ami. مادام أنه يأتي معك حيثما تذهب. Le fantôme qui devient votre camarade de jeu. لو فانتوم، طبعا الشبح. لو فانتوم المقصود به الشبح. نتكلم عن شيء ما يزعج الإنسان، نتكلم عن شيء ما خارق في صورته كما نقول، أنه يخيف الإنسان ويزعجه. إذا نتكلم عن لو فانتوم، يعني الشبح. كي دوفيا فوتخ كاماراد دو جو، الذي يصبح صديقك أو رفيقك في اللعب. إذا نتكلم على واحد الشبح الذي يخشاه الناس ويخافون منه، أنت يصبح صديقك إلى درجة أنك تحب اللعب معه. إذا نتكلم عن هذا البرميل الذي عليك أن تلعب معه. لو فونتوم كي دوفيا فوتخ كاماراد دو جو. ثم بول أليكساندر لون دي ديرنيير بيرسون أو موند. إذا نتكلم عن هذا الشخص الذي يسمى بول أليكساندر، لون هو واحد دي ديرنيير بيرسون أو موند. لون دي ديرنيير بيرسون أو موند، هو واحد من آخر الأشخاص في العالم. إذا بول أليكساندر هو واحد من آخر الأشخاص في العالم. إذا نتحدث هنا عن آخر الأشخاص، نتكلم عن أشخاص معدودين في العالم، أنهم لازالوا يستعملون هاد النوع من الرئة كما نقول. بول أليكساندر هو واحد من بين هاد الأشخاص. بول أليكساندر لون دي ديرنيير بيرسون أو موند. إذا بول أليكساندر هو واحد من آخر الأشخاص في العالم. أتيليزي أن بومون داسي، في استعمال رئة من الفولاد. إذا نتكلم عن بول أليكساندر هو واحد من آخر الأشخاص، نتكلم عن آخر الأشخاص يستعملون هذه الرئة من الفولاد، هو واحد منهم.
ثم تعود الجريدة لتحكي عن صغره. Alors qu'il a 6 ans, في حين كانت عنده 6 سنوات، عندما كانت عنده 6 سنوات. Alors qu'il a 6 ans. Sa mère reconnaît chez lui les symptômes de la polio. أمه عرفت عنده علامات أو أعراض de la polio، أعراض شلل الأطفال. شلل الأطفال يسمى polio. Sa mère reconnaît chez lui les symptômes de la polio. إذن أمه عرفت عنده أو اكتشفت عنده لي سامبتوم دو لا بوليو، يعني علامات أو أعراض شلل الأطفال. عندما عرفت أمه هاد الأعراض، إلادي هي قالت أو نو، آه لا، بيتي المقصود الرحمة أو الشفقة، مون ديو يا إلهي، بانو بانو يعني ليس نحن، ليس نحن، ليس لنا بمعنى آخر، ليس لنا، لا تعطينا هذا الأمر، لا تعطينا هذا البلاء. إلادي هي قالت أو نو بيتي مون ديو بانو بانو. إذن لخطورة المرض ومعاناته، نسأل الله العافية، بدأت أمه تستغيث. إذن تقول إلادي، هي قالت أو نو بيتي مون ديو بانو بانو. طبعا تقول هنا بانو، ليس نحن، ليس نحن، المقصود هذا ليس لنا، لا تعطينا هذا، لا تعطينا نحن هذا الأمر بمعنى آخر. على فند لا سومين جو نو بوفي بلي بوجي، في آخر أسبوع جو نو بوفي بلي، يعني لم أعد أستطيع. طبعا عندنا لو فيغ بوفوار الامبارفي، طبعا الامبارفي كما تنعرفوا أنه تفيد العادة. إذن على فند لا سومين، في نهاية الأسبوع جو نو بوفي بلي بوجي، يعني أنني لم أعد بعدها، بعد هذه اللحظة أنني أتحرك. طبعا الفيرب بوجي المقصود بتحرك، لكن هنا يأتي بمعنى تحرك. À la fin de la semaine، في نهاية الأسبوع، je ne pouvais plus bouger، يعني أنني لم أعد أستطيع بعدها الحركة. Après، بعدها، une tracheotomie d'urgence. أولا la trachée، المقصود بالقصبة الهوائية. القصبة الهوائية تسمى la trachée. طبعا عندنا هنا تراشيوتومي، اذا نتكلم عن عمليه جراحيه على مستوى القصبه الهوائيه. اذا نتكلم هنا بمعنى اخر عن ثقب احدث على هذا المستوى من اجل ربطه بهذا البرميل الذي يسمى الرئه الفولاذيه. ابري اون تراشيوتومي، بعد ثقب على مستوى القصبه الهوائيه ديرجونس، طبعا ايرجونس مقصود به استعجال أو الضرورة إلى غير ذلك. ديورجونس كما نقول فورا أو للضرورة. أبخي اون تراشيوتومي ديورجونس، إذا بعد عملية جراحية مستعجلة. لو ميتسا لو بلاس دون زان بومو داسيي، إذا الطبيب وضعه، طبعا عندنا لو فير بلاسي يعني أنك تضع شيئا أو تضع شخصا كما عندنا هنا. لو ميتسا لو بلاس، الطبيب وضعه دون زان بومو داسيي، في رئة من الفولاذ. لو ميتسا لو بلاس دون زان بومون داسيي، الطبيب وضعه في رئة من الفولاذ كما نلاحظ على الصورة. سولا في 65 ans كي لفي دون سو ريسبيراتور ميكانيك، إذا هذا فعل 65 سنة، المقصود أنه مرت 65 سنة كي لفي، بحيث أنه يعيش دون سو ريسبيراتور ميكانيك، في هذا المتنفس أو في هذا المنفس كما نقول ميكانيك، الميكانيكي. طبعا نتكلم عن لو فيرب ريسبيري، تنفس. لو فيرب ريسبيري، تنفس. هنا تنتكلم على ريسبيراتور، نتكلم عن آلة أنها تساعد على التنفس. إذا كما نتكلم عن منفس أو شيء من القبيل، إذا نتكلم عن آلة أنها تساعد على التنفس، إذا نسميها ريسبيراتور. سولا في 65 عام كيل في دون سو ريسبيراتور ميكانيك، مرت 65 سنة وهو يعيش في هذه الآلة الميكانيكية للتنفس. Cela ne l'a pas empêché de sortir diplômé en droit de l'université du Texas. Cela ne l'a pas empêché de sortir diplômé. هذا لم يمنعه ليخرج مدبلما كما نقول. المقصود حاصلا على دبلوم. هذا الحال
لم يمنعه من أن يحصل على دبلوم en droit في القانون. cela هذا ne l'a pas empêché أنه لم يمنعه. طبعا نتكلم على الverb empêcher يعني أنك تمنع. empêcher quelqu'un de sortir يعني أنك تمنع شخصا من الخروج. تمنع شخصا ما من الخروج. هنا عندنا cela ne l'a pas empêché de sortir diplômé. cela ne l'a pas empêché de sortir diplômé. هذا لم يمنعه ليخرج مدبلما المقصود حاصلا على دبلوم en droit في القانون de l'université du Texas. de l'université du Texas. من جامعة تكساس. من جامعة تكساس. cela ne l'a pas empêché de sortir diplômé en droit de l'université du Texas. إذن هذا لم يمنع ليخرج حاصلا على دبلوم في القانون من جامعة تكساس. ثم يقول j'ai embêté mes parents pendant des années. j'ai embêté يعني كما نقول أنني أزعجت والدي وضغطت عليهما pendant des années لمدة سنوات. لعدة سنوات. أثناء عدة سنوات يعني لمدة عدة سنوات وأنا أضغط عليهما ثم أقول لهما ماذا يقول لهما؟ je veux aller à l'école maman. je veux aller à l'école. je veux aller à l'école maman. je veux aller à l'école. أنا أريد الذهاب إلى المدرسة أمي. أريد الذهاب إلى المدرسة. إذن كما نقول يعني لعدة سنوات هو مبرزة والديه تيقول لهم باغي نمشي للمدرسة. أمبيتي كما نقول أنك تزعج. إذن هو لعدة سنوات وهو يضغط على والديه للذهاب إلى المدرسة. J'avais réalisé que l'éducation أنا استنتجت بأن الدراسة أنني كما نقول تحققت. لو فيرب رياليزي المقصود بأنك تحقق شيئا. رياليزي أن بروجي يعني أنك تحقق مشروعا ويعني أيضا استنتاج ويعني أيضا كما عندنا هنا استنتاج. جافي رياليزي أنا استنتجت كو ليدوكاسيون بأن الدراسة ثم ماذا؟ لابرونتيساج التعلم. نتكلم عن لو فيرب أبخوندر فعل تعلم. فعل تعلم لي ديبلوم ثم الدبلومات. أنا استنتجت حينها وأنا صغير بأن الدراسة ثم التعلم ثم الدبلومات. استنتجت حينها بأن الدراسة والتعلم والدبلومات كل هذه الأشياء المقصود الدراسة والتعلم والدبلومات بأن كانت الطريقة الوحيدة بأن الطريقة الوحيدة d'atteindre mes objectifs للوصول إلى أهدافي. إذن الدراسة والتعلم والدبلومات هي الأشياء الوحيدة أو الطريقة الوحيدة التي ستجعلني أصل إلى أهدافي. إذن هذا الذي استنتجته وأنا صغير ولذلك كنت ألح على والدي ليذهب بي إلى المدرسة. malgré son état رغم حالته. malgré son état رغم حالته. طبعا هناك كلمة أخرى كلمة إيطا تكتب بحرف كبير في بداية الكلمة هذه تعني الدولة. نتكلم عن إيطا يعني الدولة ولكن بحرف كبير في أول الكلمة. هنا نتكلم عن إيطا تكتب بحرف صغير إلا إذا كانت في أول جملة. malgré son état رغم حالته. il a pu exercer son métier d'avocat malgré son état رغم حالته. المقصود هنا رغم حالته السيئة أو بيان مالغي سون إيطا ديفيسيل رغم حالته الصعبة. إلا بو إكزارسي سون ميتي دافوكا إي ملتيبليي لي كليون. إلا بو إكزارسي هو استطاع ممارسة. عندنا إلا بو هذا لو فيرب بوفوار. طبعا في الباسي كومبوزي نقول جي بو تو بو إل أ بو كما عندنا هنا نو زافون بو إلى غير ذلك. إذن إلا بو هو استطاع. إكزارسي ممارسة. son métier d'avocat مهنته في المحاماة. et multiplier وأن يضاعف. et multiplier المقصود بهنا ومضاعفة. المقصود أن يضاعف les clients الزبناء. المقصود أنه استطاع يجلب الكثير من الزبناء وهو يمارس مهنة المحاماة رغم حالته الصعبة. ils ont toujours dit هم دائما يقولون. ils ont toujours dit هم دائما يقولون الناس الذين يعرفونه طبعا. c'est super
C'est super. إنه رائع. C'est super. إنه رائع. You must be a real fighter. Vous devez être un dur à cuire. Vous devez être un dur à cuire. Vous devez être un dur à cuire. يجب أن تكون صعبا على الطهي. كلمة دور c'est un adjectif. كلمة دور c'est un adjectif. هي نعت. نقول عن شيء بأنه دور يعني أنه صلب أو قاسي. وممكن أن تكون هذه الكلمة اسم. نتكلم عن un dur. المقصود به الشخص الذي لا يتراجع للوراء. نتكلم عن الشخص الذي لا يتراجع للوراء. يعني أنه يستمر رغم الصعوبات. إذا نتكلم عن un dur. إذن هنا يطلب منه أن يكون كالشخص العاصي الذي لا يطهى ولا يتراجع. بحال تنقولوا حنا المغاربة ما خاصكش تسرط ليهم. ما خاصكش تسرط ليهم. المقصود عليك أن تقف في وجههم. نتحدث هنا عن عبارة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. نتحدث بمعنى آخر عن عبارة تعود لمنتصف القرن التاسع عشر. كان يستعمل البحارة ويستعمل أيضا الجنود. المقصود بها هنا يجب عليك أن تكون عاصيا على الطهي. يجب عليك أن تكون عاصيا على الطهي. يجب عليك أن تكون مثل اللحم الذي رغم كثرة النار رغم شدة النار أنه لا يطهى. إذن هنا يطلب منه أن يكون شخصا عنيدا يعني مستمرا رغم الصعوبات. أن يكون كالشيء العنيد الذي لا يطهى. إذن كما قلنا Vous devez être un dur à cuire. They said, we want you as our lawyer. On vous veut comme avocat. On vous veut comme avocat. نريدك كمحامي. نريدك أن تكون لنا محاميا. طبعا on veut المقصود به أننا نريد. عندنا le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut. On veut, ثم nous voulons, vous voulez, ils veulent. إذا عندنا هنا on veut. ثم عندنا on veut. يعني أننا نريدكم كما نقول on te veut كما نقول أننا نريدك لكن هنا استعملنا vous بدل te للاحترام كما نقول on veut أننا نريدكم comme avocat on veut comme avocat أننا نريدكم كمحامي. aux États-Unis في الولايات المتحدة الأمريكية le poumon n'est aujourd'hui plus fabriqué ni couvert par les assurances. Ni couvert par les assurances. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لم تعد الرئة نتكلم عن هذه الرئة فابريكي فابريكي أنها تصنع ni couvert ولا تغطى. طبعا نتكلم عن لو فيرب كوفرير لو فيرب كوفرير المقصود به فيها الغطى. ممكن أنك تغطي شخصا ممكن أنك تغطي سلعة مثلا أنك تغطي كتابا بغلاف أو كما عندنا هنا أنك تغطي بمصاريف. المقصود هنا أنه لم يعد ينفق أنه لم يعد ينفق على هذه العملية عمليات صناعة هذا النوع من الرئة par les assurances من طرف التأمينات. إذا المقصود به هنا بأنه كان في وقت ما هناك من يصنع هذا النوع من الرئات اليوم لم يعد هناك من يصنعها ثم كانت في وقت ما التأمينات نتكلم عن لاسيرونس أنها كانت تنفق على هذه العملية كانت تدعم هذه العملية. إذا اليوم لم يعد هذا الأمر وزيتازوني في الولايات المتحدة الأمريكية لو بومو ني أوجوردوي بلو يعني أنها لم تعود اليوم. لو بومو ني أوجوردوي بلو يعني أنها لم تعود اليوم فابريكي نتكلم عن لو فيرب فابريكي فعل صنع. فابريكي كما عندنا هنا أنها تصنع ني كوفير طبعا نتكلم عن لو فيرب كوفرير كوفرير يعني أنك تغطي. المقصود هنا ني كوفير كما عندنا هنا أن لم تعد أيضا تغطى par les assurances من طرف التأمينات. المقصود أن التأمينات لم تعد اليوم تدعمها ولا من يصنع هذه الرئة. بول ألكساندر هو l'un des trois seuls américains à encore l'utiliser. إذن بول ألكساندر هو واحد من ثلاثة أمريكيين لا زال يستعمل هذا النوع من الرئة. بول ألكساندر est l'un des trois seuls américains à encore l'utiliser. كما تقول السيدة هنا ça c'est le cool. ça c'est le cool. هذا هو عنق اللباس عنق القميص عنق المعطف يسمى le cool. إذن ça c'est le cool
إذن هذا هو العنق. إذن كمالو أنها تلبس هذه الآلة، كمالو أن هذه الرئة تلبس. إذن هذا عنقها، ساسيلوكول، هذا هو العنق. كي بوتيت غسيغي أوتور دي كو، كي بوتيت الذي يمكن غسيغي أن يشد أو يربط، أن يشد أو يربط أوتور دي كو حول العنق. كي بوتيت غسيغي أوتور دي كو الذي يمكن أن يربط حول العنق. إذن لاحظوا معي أن هذا لوكول، هذا العنق، كما نتكلم عن عنق اللباس، أنه يربط حول العنق. إذن كي بوتيت غسيغي أوتور دي كو. Avec ces petites choses. مع هذه الأشياء الصغيرة. مع هذه الأشياء الصغيرة. إذن هذا العنق الذي رأيناه هنا أنه يربط مع أشياء صغيرة أخرى حول العنق. كما نتكلم عن عنق اللباس، إذا نتكلم هنا عن هذه الرئة، عنقها أنه يشد مع أشياء أخرى حول عنق الرجل. إذا كما قلنا ساسيلوكول هذا هو العنق، كي بوتيت غسيغي أوتور دي كو الذي يمكن أن يربط حول العنق. أفيك سي بوتيت شوز مع هذه الأشياء الصغيرة. ثم يقول لا بوليو إي توجور لا، لا بوليو إي توجور لا، يعني أن شلل الأطفال هو دائما هنا، هو دائما حاضر هنا. لا بوليو إي توجور لا، شلل الأطفال هو دائما حاضر هنا، هو دائما يهدد الإنسان رغم أنه لا يظهر اليوم، فهو موجود ويهدد حياة الإنسان. C'est encore capable de faire des ravages chez les enfants. إنه لا يزال قادرا على أن يقوم بأضرار كبيرة chez les enfants. إنه لا يزال قادر على أن يقوم بأضرار كبيرة chez les enfants عند الأطفال. إنه لا يزال قادر على أن يقوم بأضرار كبيرة. طبعا نتكلم عن غافاج، أضرار كبيرة، أو كما نتكلم عن فوضى كبيرة. إذا نتكلم عن غافاج، نتكلم مثلا عن لو فيرب غافاجي، غافاجي تحدث أضرارا، غافاجي أنك تحدث أضرارا. نتحدث مثلا عن أن بي غافاجي باغ لا غير، أن بي غافاجي باغ لا غير. إذا نتكلم عن بلد منهك بالحرب، محطم بالحرب. C'est encore capable de faire des ravages chez les enfants. إذن هذا المرض هو لا يزال قادر على أن يقوم بأضرار كبيرة عند الأطفال. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. يجب فعل شيء ما. يجب فعل شيء ما. حتى نتصدى لهذا المرض. Il faut faire quelque chose. يجب فعل شيء ما. يجب فعل شيء ما. لنتصدى لهذا المرض حتى لا يفتك بالأطفال. Il est évident que les gens sont en train d'oublier la polio. Il est évident que les gens sont en train d'oublier la polio. Il est évident que les gens sont en train d'oublier la polio. Il est évident. هو كما نقول واضح، هو بديهي. نقول عن شيء بأنه بديهي يعني أنه لا يحتاج تفسيرا أو استدلالا. إذن هنا يقول il est évident، هو واضح. إذن هو بديهي. Que les gens sont en train. بأن الناس هم في الطريق. بأن الناس هم أثناء. أثناء ماذا؟ d'oublier la polio. أثناء نسيان شلل الأطفال. يعني أن الناس سيرين تنساو شلل الأطفال. كأنه غير موجود. وهذا واضح من تصرفات الناس. وهذا الأمر واضح من تصرفات الناس. بالحقيقة العكس هو الحاصل. وعلينا أن نهتم بالموضوع. Il est évident que les gens sont en train d'oublier la polio. Thomas, bien que le virus ait été largement éradiqué, bien que le virus ait été largement éradiqué, رغم أن الفيروس أنه بشكل واسع اجتت. طبعا نتكلم عن الفيرب éradiquer. Éradiquer كما نقول أنك تجتت شيئا، يعني أنك تنزع شيئا من جذوره. إذن رغم أن الفيروس، نتكلم عن فيروس شلل الأطفال، أنه بشكل واسع تم القضاء عليه. رغم هذا بيان كو لو فيروس اي تي لارجومون ايغاديكي. طبعا نتكلم عن لوفير ايغاديكي. إذا فرغم هذا لا بوليو في أنكور دي فيكتيم نوتامون
La polio fait encore des victimes notamment. إذا لا بوليو في أونكور. إذا كملنا نقول أن شلل الأطفال يفعل أيضا. لا بوليو في أونكور. إذا كملنا نقول شلل الأطفال أنه يفعل أيضا. المقصود بأن شلل الأطفال لا زال يفعل، لا زال يخلف، يخلف ماذا؟ دي فيكتيم. دي فيكتيم يعني ضحايا. لي فيكتيم المقصود بهم الضحايا. إذا هو لا زال يخلف ضحايا. نوتامون خاصة، نوتامون خاصة في باكستان، يعني في باكستان. إذن هو لازال رغم القضاء عليه فهذا الفيروس لازال يخلف ضحايا خاصة في باكستان وفي أفغانستان ثم في أفغانستان وفي أفغانستان ونيجيريا ونيجيريا ثم في نيجيريا ثم في نيجيريا ونيجيريا ثم في نيجيريا. نسأل الله السلامة والعافية، وإن تعد نعمة الله فلا تحصوها. نلتقي في حلقة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.